السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة سي بي 9 مدار. جيت لكم اليوم فيديو جديد. اليوم الفيديو راح يكون تكملة لسلسلة تقييم حسابات الديسكورد. طبعا إذا أنت حابب تشترك بالسلسلة هاي مشان أقيم لك الحساب تبعك، يا ريت تحكي معي على الخاص على الديسكورد، تكتب لي اليوزر نيم تبع اليوزر نيم والباسورد تبعات الحساب تبعك. فيديو ححط رابط الفيديو اللي شرحت فيه كيف تبعت اليوزر نيم والباسورد، وحاطط فيه كل التفاصيل اللي لازم تعملها حتى تشترك معي بال حدث ولا مدري شو اسمه. طبعا هلا انا حيكون هذا اخر فيديو لهذا الاسبوع لتقييم الحسابات، لانه بكره حيجي تحديث تبع السوبر اويكنينج، فمشان ما العالم يفكروا اني انا متجاهلهم وما عم اقيم الحسابات، راح ركز هذا الاسبوع على فيديوهات الشرح والقصص هي على السوبر اويكنينج، وان شاء الله من الاسبوع الجاي باذن الله راح نرجع لتقييم الحسابات. واول حساب راح اخده بعد يعني الاسبوع الجاي حيكون حساب رامي، واحد من المشتركين اللي معنا بالقناه، وجلد جلد ميت مثل ما بيقولوا، انه معي بالجلد كمان. ف ما تفكروا انه انا منيم الموضوع، وبعد يعني الاسبوع الجاي بداية من الاسبوع الجاي حصير قيم الاكونت كمان بناء على السوبر اويكنينج اللي عنده. هاي هتكون شغلة، وهيكون في تاور اوف تشالنجز كمان داخل ضمن التقييم. ما بعرف ليش جيت لهون، انا المفروض اول شي فوت على البوكس. طبعا هذا بلاك جيمرز اللي هو واحد اللي انا عم شيك الاكونت تبعه، بصراحة مو متذكر 100% هو شو حكالي انه اذا هو، بس انا حتوقع انه هو فري تو بلاي، لانه معظم الكاركترات اللي مو فري تو بلاي يعني ما عنده بلو ديمون مليودس كانه، ولا ريد، هذا ريد وهذا جرين بتوقع. لا بس كانه الشخصيات ليز ما عنده اياها، زيلدريس ومارلين، هي مارلين الحمراء مارلين الزرقاء، غريب انه ما عنده مارلين زرقاء مع انه هي فري كانت. ممكن هو بلش الاكونت بعد مارلين زرع، انا شايف شخصيات الار عنده لساته ار. هلا هدول الشخصيات مو لازم تطورهم، بس بما انه هيك الشخصيات هدول عندك فاعتقد انت مو لامس الريفيرس ستيج. اذا بدك تطور حدا من شخصيات الار طور هاد، لانه بفيدك التيم الازرق بيعطيهم 30% اتش بي، وطور هاي الاس ار لانه بتعطي للخضر 30% اتش بي، واعتقد من الخضر يعني اللي راح يفيدك ممكن تفيدك هاي الليز عشان اليونيك تبعها بيعطي 15% اتش بي ريليتد ستاتس للتيم كله. هيدي ممكن عشان تحطها على كينج الازرق تبعك، هي مشان الكتب. هذا اليونيك تبعه بيعطي 15 اتش بي ريليتد ستاتس للكل. الفرق بينه وبين ليز انه هذا بينفع بالبي في بي، هي ما بتنفع بالبي في بي على حسب ما اتذكر. يعني خليني اتاكد عشان ما اكون اعطيتكم هاي اكسكلودينج بي في بي وديث ماتش، يعني هي بالشياطين وبالبي في بي ما بتنفع، هذا بينفع بكل شيء. طبعا كمان من الشخصيات اللي بتستاهل تطوير عندك ايرين الازرق، كتير كتير قوي، طوره بتلعب فيه الريد ديمن كتير مفيد. في هلا انا شايف في شخصيات يعني هيلبرام جيريكو هدول مو مطورون، بس اعتقد هدول مو كتير ضروريين. ميكاسا انا هذا اللي بستغرب منه، اعتقد انا علقت بفيديو قبل هيك على هي الشغله، انه في ناس يعني انا بستغرب ليش العالم ممكن يعملوا على البانر هي مشان هي الشخصيه مثلا وما يطورها. يعني انت اذا عم تاخذها للكوليكشن يعني بس للتجميع، انا مو ضد هذا الشيء، بس اذا انت ما راح تستخدم هي الشخصيه يفضل انك تجمع جماعتك للشخصيه انت راح تستخدمها. يعني هلا من الكولاب تبع اتاك اون تايتن انا مو شايف عندك الا ميكاسا، يعني مو انه طلع لك مثلا ايرين وشو اسمه، خليني اعمل هيك عشان ما يضل يجوا، مو انه اجى لك ايرين وليفاي وميكاسا وانت اخترت انك تطور هذينك الاثنين، بس المنيح انك انت مطور جوثر الاخضر. وهدول مساويين 80ات. ميكاسا على فكره قويه، فيك تطورها، ممكن تجي مفيده ببعض الاحيان، هاي مو شرط، هاي ممكن فقط اذا انت كتير بتلعب بي في بي. هاي البانر بتوقع انت قلت لي طلعت لك بتيكت او شيء، ما بعرف ما بتذكر. وبالنسبه لهذا الهوك على فكره الاويكنينج تبعه كتير سهل، انه بياخد واحد من كل شغله، يعني واحد، شوفوا كل شغله بياخد واحد فقط، كتير كتير سهل انك تساوي له اويكنينج كامل.
وحتى الجولد اذا بتطلعوا اقل من الجولد اللي بياخذ الشخصيات الباقيه. فهي بس ملاحظه للناس اللي اذا بدكم تطوروا لهوك يعني. طبعا انا تقييمي بشكل عام للاكونت انا كالبوكس بعتقد انت ممكن تشتغل اكتر بكتير على البوكس تبعك، يعني البف تبع 1.5 مليون انت لسه مو اخده. حاول ترفع السي سي تبع البوكس تبعك توصله 1.5 مليون. انت مو حاطط جير على شخصياتك، يعني انت ممكن توصل 1.5 مليون ومليون وسبعمية وخمسين ومليونين حتى. انا ملاحظ، خلينا نشوف بس التيم تبع السي سي تبعك 153,000 اعتقد هذا تيم السي سي تبعك انت، بس لحتى نتأكد لانه هاي بتوقع ما عليها جير. اوكي هذا جير ليليا، هذا جير ليليا. اعتقد انت مو مظبط الجير تبع التيم تبعك، فالمفروض هذا هو التيم. بس يعني انا توقعت انه يكون سي سي تبعك قليل، لانه بشكل عام انت مو كتير مطور شخصيات. هاي ديان اذا عندك اياها 6-6 ممتاز، عندك اياها 1-6. طيب هلا شوف، بالنسبة للسب اذا الشخصية، طبعا هذا التيم كتير غلط تبع السي سي تبعك، انه يعني كينج لا ما بعرف اذا هذا هو تيم بي في بي ولا شي، ممكن حطت تيم سي سي. بس بشكل عام هاد تربل اتش بي هذا غلط، كتير غلط. ما تطوروا لهذا الجير، هذا كينج بنحط عليه اتش بي ديفنس، ما تحط عليه هيك جير. بس بتوقع انت حط عليه جير هيك اي شي. حاول انك انت تحط جير اكتر على شخصياتك مشان ترفع السي سي تبع البوكس تبعك للمليون ونص. مو مشكلة انك تجمع الجير هاد مشان اذا بدك ست من الكريت دامج. بس بشكل عام اعتقد هلا انت لساته الاكونت تبعك جديد نوعا ما، انا رح يعني رح قيم بناء على حساب جديد نوعا ما، بس بده شغل كتير كتير الاكونت تبعك. حاول تركز على الشخصيات الاساسيه، ديمن مليودس الازرق، زبط له جير بيرس. شو هو الجير البيرس؟ هو الجير اللي بيكون اتاك وديفنس، والرولز تبعات مثلا هاي الرولز اللي هون هدول كلهم يكونوا بيرس ريت لديمن مليودس ولا اوميجا. هدول الشخصيتين بتحط لهم هاد الجير وبتحطهم مع ليليا بالتيم، هيكون تيم البي في بي تبعك هاد نوعا ما. اذا انت ما عندك تيم مناسب ل لوست فين. بس كينج الازرق تبعك الالتي تبعه 1-6، حاول تشتري اذا عندك كوينز كتير مثلا، حاول تشتري له الالتيميت تبعه. اللبس انت كينج الاحمر كأنه ما عندك اياه، هي بتوقع من كينج الاحمر بتاخده. ليش طيب انت عندك كينج الاحمر؟ حرام عليك، لازم تطور كينج الاحمر وارفع له الافينيتي تبعه. هي هذا السلاح، انت ناقصك اسلحة على كينج تبعك. ارفع له الافينيتي تبعه بهاي ماكس وخد له السلاح هذا. هذا السلاح فعليا بيتطبق على 3 شخصيات عندك، الازرق والاخضر والاحمر. وهذا الكينج كتير كتير سفاح وبفيدك اذا بتحطه بالسب، بفيدك ضد البيرس كتير. حاول تركز عليه وتطوره. عندك كمان هذا تويجو ممكن تستفيد منه كتير كتير. السب تبعه بيعطي 30% اتش بي للحمر. هاوزر للفارم مفيد جدا. عندك هذا نادرا ما تستخدمه هلا. جيليساندر من الاسعارات السفاحين باللعبة. بس بشكل عام يعني انه انت متجنب شوي الشخصيات السيئة انك تطورها. ديث بيرس ممكن، بس كحساب جديد ما كتير تركز على ديث بيرس. بس خلي اذا طلع لك منه نسخ، خلي النسخ عندك لانه ممكن تستخدمون بالمستقبل. اعتقد ديث بيرس هيكون له استخدامات كتير. خلينا نفوت على الكوين شوب. عندك 8 كوينات، عندك مشكلة بالكوينز. اوكي هلا بس بدي شيك على شغلة. تمام اعتقد انت فري تو بلاي تماما باللعبة. بانر ليز انت عامل عليها ولا مو عامل عليها؟ عامل سينجل. ما بدي انصحك نصيحة غلط، بس البانر هي في فالنتي ما عندك اياها،
في زلدرس الأزرق ما عندك يا شخصيتين؟ إذا شخصيتين بس اللي ما عندك ياهم ما بعرف والله، بس يعني بصراحة آخ البانر أساسية والله. في مونو يا إيسن ما عندك ياها والله. شوف أنا إذا بدك على رأيي الشخصي أعمل على البانر، بس أنا خايف إني أنصحك تعمل على البانر وتقلي روحت 600 وما طلعت لي، وبعدين أنا حس تأنيب بالضمير. فأنا على رأيي الشخصي أنا اللي حكيته عن البانر هذا أعمل عليها، لأنه يعني إليزابيث إذا بتطلع لك أنت أوريدي عندك تيم تبعها، عندك جوثر الأخضر وعندك كينج الأزرق وعندك إليزابيث، هيكون عندك لوست فين ولوست فين تبعك 1-6. بس خلينا نشوف الجير اللي حاطه على لوست فين. اوكي هي اعتقد اسوأ بيسك ستات شفتها لحد الان. بس مو مشكلة، اعتقد بالمستقبل القريب راح يجيبوا لنا الابديت اللي هتغير فيه البيسك ستات، بس هي كتير 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 سيئة. حاول تتجنب الغلط هذا بالجير الباقي تبعك. مثل ما قلت انا كرر بعيد مرة تانية، اذا انت بدك تحسب اذا هل هذا الجير يستاهل تطوير ويستاهل يو ار او لا، بتشوف الفرق اللي هون 390 ل 520، الفرق بينهم 130 نقطة. 130 نقطة هدول 10% منهم 13 نقطة، يعني انت اذا كان ناقص من القطعة تبعك 13 نقطة واقل اوكي، اكثر لا. يعني 507 واكثر اوكي، 507 506 واقل لا. هاي الكريت شانس كبه، بدك اتاك حتى لو كانت ماكس 6 9 لا بدك اتاك. لوزدين حصرا اتاك، كريت دامج كبه، انت مو عامل له جير كريت دامج. اذا بدك الكريت على كريت دامج على لوزدين حط له هدول اللي بالنص كريت دامج وريح راسك. بس انا شايف الرولات تبعات الجير تبعك يعني فراطه نوعا ما، يمكن انه ما عندك انفيز، بس انه اذا انت عرفان شو الغلط تبعك هذا غلط كتير، انت عم تخسر كتير بهاي الحركة. هون نفس الشي، لا هاي صح هاي تمام، بس هاي غلط ناقصك كتير، وهون ناقصك كتير، وهون ناقصك كتير كتير، يعني ناقصك 500 اتش بي. انت لما تعمل يو ار بتاخد يمكن 1000 ولا 2000 اتش بي، انت بروح 500 منهم. هون كمان شكلك ما بتطلع على البيسك ستات، بس حرام عليها 2 ديفنس 3%، مو مشكلة بس تجي تبع الريرول بتقدر تظبطها. لا تفكر تعملها بجيمات هلا اوعك. هدول ريزيستنس بدهم كب، لا تخليهم. عندك هون هي وهي بدهم ريرول، عندك هون لايف ستيل ما بدك، ريجنريشن ريت ما بدك، كله اتش بي. هون كله اتش بي، فوق كب الكريت دامج بدك اتاك، هون اتاك فقط. اذا انت بدك تمشي عليه كريت دامج جعل بالك تحط عليه كريت دامج، حط اللي بالنص كريت دامج هاي القطع حط، وحط مثلا وين هاي القطع، مو هاي القطع حط ار وحط عليه كريت دامج، بس لا تحط عليه فوق، لا تخرب القطع اليو ار تبعتك بانك تحط عليهم سب ستاتس غلط. خلينا نشوف جير اتش بي، اذا عندك جير اتش بي اعتقد انت المشكله هي شائعه باكثر من جير عندك. هذا الجير لك كي. صح انا ححط الجير هون بس مشان نشوفه بس. طبعا لما تكون انت عم كينج حاطط له اتش اتاك ديفنس، شكلك تحب الكريت دامج، حتى هون عامل كريت دامج كمان غلط. كينج هو بالاصل كينج لازم تحط له اتش بي ديفنس مو اتاك ديفنس، بس انت حر طبعا اذا انت بدك اياه اتاك ديفنس لازم تظبطهم هدول. لايف ستيل ريجن ريت ما بدك اياهم، هدول بدك ترفعهم شوي. ولما بدك تشتغل على الجير لا تساوي هذا وهذا، اول خلص اول شيء هدول الاربعه اللي فوق واللي تحت، بعدين بتساوي اللي بالنص. نشوف عندك ستونز، لا ما في داعي نروح نعمل انجريف هون. شوفهم حاول تخلص ال عندك خمسة. اتوقع انت قلت لي انك تتلعب الليفل الثاني من التريننج كيف، فانت ما عندك كتير شو اسمه انجريفنج ستونز. الحلو انك انت ما عم تتروح الموارد تبع اللبس تبعك على الشخصيات على الفاضي، صح ماشي صح. بس اذا بدك نصيحتي اول لبس تطوره هو هاد مو هاد،
لانه هذا بتوزع على كل شيء مليودسات باللعبه، فانت فعليا بمجرد ما انت تطور هذا اللبس كل المليودسات اللي عندك بالاكونت حيستفادوا منه. صح انك انت تطور لبس لوست فين اول شيء، صح معك 100% انا. واذا انت مو حابب تعمل على اليزابيث وبدك شيء تستفيد منه، اشتري له لبس لمليودس. انا نصيحتي انك تحاول تجيب اليزابيث، وبالنهايه ما راح تخسر اذا طلع لك نسخ لوست فين كمان. ان شاء الله ما تكون بس مروح موارد زياده على اسكانور، لانه في ناس كتير بحبوا اسكانور فمروحين عليه موارد تبعاتهم، مروح شوي هون ومروح شوي هون. ممكن كنت عم تجربها، ف نتوقع انك عم تجربها. بس مثل ما قلت لك، الجير تبعك حاول تركز على المين ستات، حاول انت تشوف الشخصيه تبعك شو الجير المناسب لإله. ما تحط اتاك ديفنس على كل الشخصيات، انت حاطط على جوثر اتاك ديفنس وعلى لا جوثر مو اتاك جوثر لا ثواني جوثر انت عامل له يو ار، هذا كينج، هذا لمين تيرياري. اوكي انت حر بالنهايه، انا قلت الشخصيه اللي انت بتلاقيها مناسبه حط لها الجير اللي بدك اياه، عامل له يو ار او لا. بس اذا بدك نصيحتي، كريت دامج لا تحط، صدقني دريري الكريت شانس تبعها مو عالي لدرجة انك تحط عليها كريت دامج. يعني انت فعليا عم تكب الرول هادو، بدل ما تاخد 3 اتاك عم تكبه وعم تحط بداله كريت دامج. يعني خليني اشوف، الكريت شانس تبعها 9% من اقل الكريت شانسات باللعبة كلها، يعني احتمالية انه هي تعمل كريت شبه مستحيلة، لانه انت ما تنسى انه بدك تحسب الكريت ريزيستنس تبع اللي ضدك. وانا اوكي انا حاعتبر انه دارياري هي الوايفو تبعك، وانت معك حق 100% انك تعمل اللي بدك اياه، لانه انا لو كانت الوايفو تبعي كنت حاعمل لك كل شيء. بس اذا بدك تظبط دارياري بالطريقه الصح، الافضل شيل الكريت دامج، خليهم كلهم اتاك اون اتش بي اون ديفنس، انت اوريدي شغال كانك على الرولات تبعاتها، كمل مكسها. انا ما عم اقول لك انه ما تمكسها، بس مكسها بالطريقه الصح، ما تحط لك كريت دامج لانك انت فعليا عم تكبها، هي عم تنكب. بدل ما تاخذ 3% اتاك انت حاطط شيء شبه مستحيل انك تستفيد منه، لانه 9% كريت شانس. و بما انه انت عم تشتغل عليها، حاول تشتري لها اللبس تبعها. هلا هدول اس اس ار واس ار لا تشتريهم، بس ينزل يو ار لها لبس اشتري لها، لانك انت اوريدي شغال عليها، يعني مكس لها ثلاث قطع من اللبس تبعها، فانت اوريدي صرت موصل لمرحله انك انت مستخدم موارد كتير عليها. فكمل، يا تمكسها مره واحده يا اما لا تحط عليها موارد بالاصل. بس انا خليني اعطيك نصيحة ممكن تفيدك. لما انت تعمل جير اليو ار، لما تبني الشخصية، حاول تبني الشخصيات اللي انت بتستخدمهم بالبي في بي. اذا انت عم تستخدم دارياري بالبي في بي ممتاز، خليها وحط عليها اليو ار. بس اذا انت ما عم تستخدم دارياري بالبي في بي او ما عم تستفاد منها الفائدة القصوى، حاول انك انت تركز على الشخصيات اللي بتحطها بالبي في بي. يعني هلا هون انا اعتقد التيم تبعك ناقصه كتير شغلات. يعني اول شيء انت ما عم تستفاد من السب، تاني شيء حاطط ليليا اللي هي بتفيدك بالبيرس وما في عندك شخصيات بتستفيد من البيرس بالتيم. دارياري اوكي ممكن تكون دارياري قوية، بس انا يعني شوف، اذا بتحط التيم هيك، لا لك اذا انت كنت حاطط التيم هيك وحاطط هون ريد الكينج الاحمر، بقول لك فيش، يعني انا ممكن اتفهم شو سبب التيم تبعك مونو ريد، بس هيك انت عامل خليط. اول شيء اذا بدك تحط شخصيه هون، حط كينج الازرق احسن من ليليا. اول شيء كينج الازرق بيقدر يعمل بيتريفاي، بيقدر يعمل كلينز بالليفل 1 تبعه، والالتي تبعه جبار. ليليا حطت التيم تبعك بيرس زياده، بس هو التيم مو مبني على البيرس بشكل عام، ف ما عم تستفاد فائدة القصوى من الشخصية هاي. أنا هذا برأيي الشخصي. طبعا
انا نسيت شو الملاحظات، حكيت كتير ملاحظات، بتمنى انه انت تشوفهم وتحاول تتحسن منهم. ريفير ستيج مثل ما انا متوقع كنت، انت مو مخلص منها شيء لانه انت مو مطور كتير شخصيات. النصيحة التانية اللي ممكن اعطيك اياها، حاول ترفع البوكس سي سي تبعك، انت مو ناقصك 25 شخصية، يعني انت المفروض على الشخصيات اللي عندك يكون سي سي تبعك فوق المليونين. 25 شخصية يعني بيعملوا فرق، بس انت شوف كم شخصية عندك لساتا اس ار، كم شخصية لساتا ار، وكم شخصية لساتا ليفل 1. اعطيك ابسط استراتيجية ممكن ترفع فيها السي سي تبع البوكس تبعك، شي يوم بس مصيبة ما عندك سامينا بوشن. جمع سامينا بوشن طريقتين، اول شي من نايت هود، وتاني شي من الفريند بوينت. اشتري سامينا بوشن جمع، وبشي يوم لما يكون في نص ستامينا على الكتب، لا تفرم كتب، فرم البوشنز هدول ماشي، وارفع ليفل شخصياتك كلياتهم للماكس. يعني هذا الماكس تبعه ليفل 30 تساوي 30، الاس ار الماكس تبعه ليفل 40 تساوي 40، بس ما اعمل لك تطور، لا تعمل اي شيء، لا ترفع نجوم، لا تعمل اي شيء، بس ارفع ليفلاتهم من الواحد للماكس، وهذا الشيء لحاله حيرفع لك البوكس سي سي تبعك فوق ال 100,000. اعتقد انه عندك فوق العشر شخصيات، 20 شخصية ممكن ليفل 1، إذا على كل شخصية بتاخد 4,000 هي 80,000، وأنت بتاخد أكتر من 4,000 أتوقع. فهي أسهل طريقة لحتى ترفع البوكس سي سي تبعك. وتاني طريقة، حاول تحط جير، حط جير على الشخصيات اللي عندك، بدل ما تكب الجير وتعمل له سالفج، مسك هذا الشخصية حط عليه سيت أتاك ديفنس أو اتش بي ديفنس، مو شرط يكون مطور، بس هيك سيت خزنه فيه، هيعطيك سي سي. ولما تاخذ الباف تبع السي سي حيزيد سي سي تبعك بشكل عام، وحيزيد يصير التيم تبعك اقوى و اتش بي اعلى وهيك وكل هالقصص. هلا انا ما راح يعني، هلا انا لك شو توقعاتي للبي في بي تبعك. اعتقد انت بالنورمال ماستر او جولد، لا سوري بلاتينوم او جولد، وبالاليت جولد. انا هذا توقعي للبي في بي. اذا كنت انت فوق الماستر، اذا كنت انت ماستر 1 او تشامبيون 5 بالنورمال، بتكون بصراحة عامل انجاز. خلينا نشوف، والله وحش، والله وحش. اذا شغال وموصل الاكاونت تبعك للتشامبيون بيكون وحش، عم تاخد 50 جيم وعم تستفاد منه، مع انه السي سي تبع التيم تبعك مو عالي، بس انت شكلك يعني. انا هذا اللي بيزعجني احيانا، انه اللعبه معظم المتعه اللي فيها بالبي في بي، لما تكون انت ما عم تلعب بي في بي لانك انت مالك مطور شخصياتك او مالك عرفان تطورهم، هذا الشيء بيخليك تكره اللعبه تدريجيا. فهذا الشيء اللي انا ضده، انك انت اذا بتعرف تلعب اللعبه صح، بتحاول في بعض الشغلات بتقدر تفهمون كيف تعملهم باللعبه، حيساعدوك كتير انك تستمتع باللعبه اكثر. ما حقول لك انه حاول تمشي على النصائح تبعي 100%، حاول تشوف فيديوهات اللي هي جايدات وهالقصص، انه كيف تبني التيم، كيف ترفع السي سي، كيف هالقصص، كتير كتير هاي الشغلات رح تفيدك وحتخليك تستمتع باللعبة لما تبلش تلعب بي في بي بطريقة تنافسية، حتحس بالمتعة تبع اللعبة، خاصة الاليت بي في بي، لما تشوف انه الجير اللي انت عم تطوره وعم يعمل تأثير على التيم تبعك وعم يصير التيم تبعك اقوى، حتحس بالمتعة تبع اللعبة. انا كتير طولت بالفيديو تبعك لانه الاكاونت تبعك كتير كتير كان في ملاحظات الي عليه. مثل ما قلت لك، ارفع ليفلات شخصياتك، ركز على البيسك ستات تبع الجير، حاول انك ترفع البوكس سي سي تبعك، حاول انك انت تشوف شو الجير الصح اللي بتحطه للشخصية تبعك. اذا لك مصلحة، اذا انت عندك استعداد حاول تعمل على اليزابيث، واذا ما عندك استعداد حاول تشتري اللبس الباقي للوست فين وتبني التيم حوالين لوست فين. وداريير بما انه هي شخصيتك المفضلة وحاططها للريبريزنتيف تبعك، اعتقد هي الوايفو تبعك، ف اول شيء زبط لها الرولز تبعها، هذا الكريت دامج ما بدي اشوف كريت دامج. اذا شخصية مو مبنية على شوف لك مين ممكن يستفيد من كريت دامج لوست فين، بس مو بالطريقة اللي انت عاملها. انت الجير هذا حاطط له كريت دامج 10%، رولين مروحهم كريت دامج، يا اما هذا مغلو، هذا لمين؟ هذا لكينج، انت كينج قاتله. كينج قاتله تماما، بس لوست فين حاطط له هون كريت شانز وهون كريت دامج، حرام.
لوزلين ما بيحتاج كريت شانس على فكرة، بده كريت دامج، بتحط له هون قطعتين كريت دامج وهون بتخليهم كلهم اتاك وبس. ولما بدك اياه مو كريت دامج يصير تانك اكتر، بترجع له هدول القطعتين، هيك بتريح راسك وبتوفر على حالك انك تخرب رول هيك. وركز على البيسك ستات، البيسك ستات اللي قلت لك عليه انا اللي هو هاد، هاد حاول ما يكون ناقص لهالدرجة، انه هاد عم ياخد منك كتير. انت لما تعمل هاي القطعة كلها يو ار، انت اخذ منها 336 ولا 363، ما بعرف اذا هي مقياس ولا لا، بس اعتقد انت خسران من 30 ل 40 اتاك فقط بمجرد ما حولتها ليو ار. بدي احاول اشوف لك قطعة انت مظبطها منيح. ديرياري اعتقد هذا كم عم يعطيك، 1484. وين ديرياري؟ معقول ما بيتطبق هون، بس بدي اشوف هاي المقارنة. 1484 حلو، عم بحاول اكبس كل الكبسات الغلط. انا خبصت لك الجير شوي بس ما عليك، بسهولة بيرجع. 1632، 150 اتاك رايح منك، 150 اتاك، لانه البيسك ستات تبعك غلط. هدول 150 اتاك على فكرة بتضاعفوا، لانك انت عم تاخد 20% زيادة اتاك بسبب السيت بونس وغير اللبس ومدري شو مدري شو مدري شو، يعني انت مروح عليك كتير اتاك. 150 اتاك هذا رقم جبار، فحاول انك انت تركز على البيسك ستات. وهيك بنكون ختمنا الفيديو، انا تعبت بصراحة من الحكي، واتمنى يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لك وكان تعليم. انا بحاول بالاكونت اللي شوفه اشوف الشغلات اللي هو عنده يعني نقص فيها، حاول ركز عليها قد ما فيني، وممكن كون تجاهلت بعض القصص، بس انا هدول شغلات لقيتهم انه لازم اني انا احكي عليهم، فاهم من الشغلات الباقية. وبهيك بنكون خلصنا الفيديو تبع اليوم، اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، واذا استمتعتوا بالفيديو يا ريت تشتركوا معنا بالقناة اذا مو مشتركين، وتضغطوا على زر اللايك والشير، واشوفكم على خير.